السينما، السينما البناءة، السينما التي لها رسالة. في الفيلم الأول عيون صادقة، هو دائما الأطفال لهم أحلام ولا كتعجبهم الحاجة خصهم يديروها. فذاك الطفلة ما كرهتش أنها لو كانت في البلاصة ديال داك الطفلة اللي تياب ديالها جميلة وماين عليها هيئة جميلة، وهي طفلة فقط متشردة عندها لباس رد. فقلت ما تمنيت لها أنني كنت بلاصتها، ولكن هي ما عرفاش أنها تعاني من واحد يعني نعم الإعاقة اللي هو ما عندهاش النظر ديالها. فشعر الأخضر زعما أنها ولدت في نفس المكان ديالها. فهذيك الساعات هي عاد عرفت أنها هذيك الطفلة الصغيرة ما عندهاش النظر. فهذا اللي نقدر نقول على الفيلم الأول. الفيلم الثاني هو وصية موت، هو ديال واحد الشاب عنده الأب ديالو خلى له واحد جوج وصيات. الوصية الأولى ديال واحد نقول واحد البيرات اللي كيخليه الآباء كيخليهم دائما الأبناء ديالهم. الوصية الثانية هو وصية ديال الحقيقة المرة اللي ما قدرش يقولها له، ولكن خلى له واحد الوصية مكتوب فيها أنه ماشي ابن ديالو، إنما واحد الطفل لقاه بجنب الواد وهو اللي رباه وهو اللي كبره.